السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء. إن شاء الله النهاردة بنتكلم عن أداة رهيبة وأداة سحرية موجودة في برنامج الرسام، ولكن الأداة دي بتحل كثير من المشاكل اللي بيحتاجها الباحثين وبيحتاجها الكثيرين من الباحثين على تغيير أحجام ومقاسات الصور. عشان أوضح الصورة بجلاء، خلينا مثلا نشوف أحد المشاكل. لو عندي قناة يوتيوب زي دي، بلاقي إن في عندي مشكلة في تغيير الحجم بتاع الصورة الخاصة بالكفر أو الوول الخاص بالقناة. لما بتيجي تغير الصورة من هنا بيجيب لك اليوتيوب يقول لك إن المقاس المطلوب هو 2550 في 1440، فطبعا لما بتيجي تحمل الصورة بمقاس مختلف ما بتظبطش معاه. فعشان نتغلب على الصورة دي محتاج ان انا اصمم غلاف بالمقاس المطلوب. فعلى سبيل المثال ده مثلا غلاف اهو، قمت بتصميمه. هنفتح مع بعض الغلاف دول، وعلى ما الغلاف يفتح معانا هوريك المقاس بتاع الغلاف دول، وهنبدأ نغيره مع بعض من خلال برنامج الرسام. بعمل كليك يمين على الصورة دي عشان نشوف المقاس قبل، وبخش على الديتيلز او التفاصيل الخاصه بالصوره، وبنزل اهو نشوف المقاس هنا عامل كام. الدايمنشن بتاعها الابعاد بتاعتها 661 في 252. احنا مثلا عايزين نحطها بمقاسات اليوتيوب اللي هي 2550 في 1440. نعمل الكلام ده ازاي؟ بقف على الصوره اهي بعد ما صممتها او اي صوره عايز اغير المقاسات بتاعتها، وهنجرب دلوقتي برضو على صورة للباحثين من بحث علمي عشان برضو نفيدهم. بقف على الصورة هي وبتك كليك يمين وبقول له افتح لي الصورة دي في الرسام، وبختار من هنا هو اوبن ويز، وبختار البينت او برنامج الرسام. طبعا دي عبارة عن اداة بسيطة جدا اهو، فعلا الصورة اللي انا قصدي عليها فتحت معانا هنا يا جماعة بالمقاس اللي انا وريته له. ففي عندي أداة مهمة جدا اسمها ريسايز. الأداة دي في غاية الروعة، وسبحان الله يعني بتحل مشكلة كبيرة، والبرنامج الرسام موجود على أي جهاز. فبتك على الريسايز زي ما احنا شايفين كده، وبخش على البيكسلز الأبعاد اللي احنا عايزينها دي بالبيكس. فبتك على البيكسلز وببدأ أغير. في عندك الهوريزنتال وفي عندك الفيرتيكال، يعني الأفقي والرأسي. الفيرتيكال هنا بيمثل الجزء اللي هو الهايت بتاع الصورة، والهوريزنتال بيمثل الويتس بتاع الصورة. فعندي اهو بروح جاي بقى هنا مغير اهو، وبقول له والله الهوريزنتال معايا 2550 بيكسل. لو لاحظت هنا ان بتتغير معاك الفيرتيكال تلقائي، فعشان تغير وتجيب المقاس بقى اللي انت عايزه بتشيل علامة الصح من الميتين، تشيل علامة الصح وببدا اكتب هنا القيمه اللي انا عايزها اللي هي 1440 زي ما اتفقنا، وبروح على طول متكه اوكي. فبلاقي ان الصوره اتغيرت معايا. ما تنساش بقى تعمل عمليه ايه، حفظ. لو انت اتكيت على ايقونه الحفظ كده الصوره القديمه راحت منك، فعشان طبعا ما تضيعهاش بتكه من فايل، بتكه سيف از، وبحفظ اللي عندي الصوره مثلا على الديسكتوب، واسميها الغلاف بالمقاس اللي انا عايزه. هو انا اسميها غلاف بمقاس عشان نشوف الفرق مع بعض. واتكيت سيف، وهرجع مباشرة لسطح المكتب واشوف اللي عندي. ادي الغلاف اهو، المفروض ده خد الابعاد اللي انا قلت لك عليه. فعشان تتأكد بص كده، انا بقف عليه هو بلاقي ان جالك يعني زي شريك كده، قال لك نوع الملف جي بي جي، والدايمنشن تحت هو 2550 في 1440، ودي بالفعل الايه الابعاد اللي احنا اتفقنا عليها يا جماعه. فبتك هو كليك يمين على الصوره وبشوف البروبرتيز عشان برضو اكد لك. بخش على الديتيلز بلاقي فعلا الدايمنشن بتاعي كام، 2550 في 1440. تقدر بقى دلوقتي الصورة دي تقدر ترجع لي ملف اللي عندك، وهجرب لك اهو. هنخش على قناة اليوتيوب عشان نغير. هنا بيروح جايب لك اهو الأداة select a photo from your computer عشان اختار الصورة اللي انا عايزها، وباجي بقى على الصورة اللي انا
اخترتها او اللي انا عملتها. دي الصورة القديمة هي معايا، التاني هو اللي هو الغلاف، وبتك ايه اوبن، فبيبدأ اللي عندي يحمل لك الصورة زي ما احنا شايفين. طول ما الصورة بالمقاس هيبدأ فعلا هي يجيب لك الشكل اهو. طبعا هنا ده لو يعني الشكل بتاع القناة هيتعرض على التلفزيون، وهنا على الديسك توب، وهنا لو هتعرضه على موبايل. طبعا بختار بقى ايه سيلكت، فبيتم تغيير الشكل اللي عندي زي ما احنا شايفين. طبعا دي كان اختصار كده بسيط جدا لأداة الريسايز اللي موجودة في برنامج الرسام. عشان طبعا وقت الفيديو ده كان الجزء الاول معانا، ان شاء الله هنشرح الأداة دي هتفيدنا ازاي مع الباحثين في الفيديو الثاني ان شاء الله. يعني نستودعكم الله عز وجل لو كنا اضفنا شيء بسيط بالنسبة لكم. يعني نتمنى دعمكم في القناة بلايك وعمل اشتراك في القناة، ونلتقي اللي عندي مع شرح الأداة بنفس الكيفية مع الباحثين حتى يعني تعم الفائدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.